اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم إخواننا الكرام، يا رب تكونوا بخير وصحة وسعادة إن شاء الله. أنا هاني فرج من قناة عربية. قبل ما نتكلم عن العربية اللي معنا النهاردة، لو حضرتك عندك عربية وعايز تباعها من خلال القناة، كل اللي على حضرتك هتتواصل معانا على رقم الواتساب الخاص بالقناة اللي هو 04-30-35-91. ابعت لنا فيديو للعربية وكمان صور للعربية وجميع مواصفات العربية، وإن شاء الله هيتم عرض العربية على القناة، وربنا ييسر لكم الحال إن شاء الله ويتم بيع العربية من خلال القناة. وعلى فكرة الحمد لله، بفضل الله طبعا أولا وأخيرا، ناس كتير جدا اتباعت عربياتهم من خلال القناة. النهاردة إن شاء الله جبت لحضراتكم عربية شيفروليه دبابة موديل العربية 2018 مستعملة للبيع في مصر. يلا بينا على بركة الله، هسيب حضراتكم دلوقتي مع بعض الصور الخاصة بالعربية، وبعدين هقول لحضراتكم على سعر العربية وكمان طرق التواصل مع صاحب العربية وبعض المواصفات الخاصة بالعربية. يلا بينا على بركة الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ورجعت لحضراتكم من جديد علشان أقول لحضراتكم على بعض المواصفات الخاصة بعربية شيفروليه دبابة موديل العربية 2018. العربية فابريكا برة وجوة بدون جرام موية واحد. العربية عليها طقم عدة كاملة. العربية فيها جميع الكماليات. العربية الموتور وآلات الجر والشاسيه والكورونا والفتيس بحالة ممتازة. العربية فيها كاوتش ميشلان جديد. العربية فيها رخصة لشهر 1/2021-2022، يعني السنة الجاية إن شاء الله في بداية العام العربية تعتبر من الممنوعات. هقول لحضراتكم دلوقتي على سعر العربية اللي هي شيفروليه دبابة موديل العربية 2018، سعرها 275,000 جنيه. السعر 275,000 جنيه. قبل ما اقول لحضرتك ازاي تتواصل مع صاحب العربية، الفيديو اللي معنا النهاردة بتاريخ الحد الموافق 19/12/2021. الفيديو اللي معنا النهاردة بتاريخ الحد الموافق 19/12/2021، يعني لو الفيديو مر عليه اكتر من اسبوع ياريت حضرتك ما تتصلش بصاحب العربية، لانه غالبا بيكون باع العربية. للتواصل مع صاحب عربية شيفروليه دبابة موديل العربية 2018 هيكون على رقم 0-196-52-471. للتواصل مع صاحب العربية هيكون على رقم 0-196-52-471. ده كان موضوعنا النهاردة. استنونا في عربيات جديدة وهي عربيات مستعملة على قناتكم على اليوتيوب قناة عربيات. لو عجب حضرتك الفيديو واستفدت منه ما تبخلش علينا بلايك، وكمان تفعل زر الجرس علشان يجي لحضرتك كل الفيديوهات اللي بننزلها على القناة. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.